مرحبا، أنا طالب نغم حوراني وزميلتي فرح زعاترة. إحنا طالبات من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز فرع مادبة. إحنا حصلنا على المركز الأول بمسابقة إنتل للعلوم والهندسة على مستوى المملكة، وتأهلنا للمعرض العالمي اللي راح يكون في أمريكا. أنا فرح زعاترة، إحنا مشروعنا في عنوان Magnetite Nanoparticles Coated with Uric Acid for Removal of Toxic Element. إحنا اشتغلنا على تنقية المياه من المواد الثقيلة باستخدام تقنية النانو. إحنا صنعناهم بمختبرات الجامعة الأمريكية. إحنا نشكر الجامعة الأمريكية يلي فتحت لنا أبوابها ومختبراتها عشان نشتغل فيهم، وبنشكر دكتور وجدي العوايدة ومشكر المختبر الأستاذ حمزة الأمير عشان أعطونا من وقتهم وساعدونا ودعمونا.